مياو كات كافيه، هذا كافيه لمحبي القطط، كافيه عادي زي اي كافيه تاني موجود في قطاع غزه، لكن انا حبيت اضيف عليه فكره لطيفه، فكره حلوه، فكره تخلي الناس اللي يجوا هنا يضحكوا ينبسطوا ينسوا هم برا باب الكافيه، ومع فنجان القهوه يلعبوا مع البساس وينبسطوا ويطلعوا الطاقات السلبيه الموجوده جواهم. وبالتالي ضفت زاويه القطط اللي موجوده في الكافيه، انه ممكن ياخذوا فنجان القهوه تبعهم ويقعدوا مع البساس يلعبوا معاها، لكن حسب قوانيننا في قطاع غزه انه احنا ما بدنا نطلع القطط برا يكونوا انهم يعني حرات، لا خلوهم موجودين في زاويه لحالهم. انا طول عمري مربيه للقطط وبحبهم، ومن وانا صغيره يعني وانا بربيهم، وحاسه قديش هم بخففوا عني التوتر والضغط لما بكون انا مثلا مضغوطه بالشغل وبروح مضغوطه من امور الحياه. قطاع غزه دائما معرض لضغوطات خارجيه، لحروب، الاغلاق، الحصار، فبالتالي الناس كلها مضغوطه والناس كلها عندها توترات نفسيه وعندها مشاكل نفسيه، ومعروف انه اللعب مع القطط بيخفف التوتر النفسي ومضاد للاكتئاب، مضاد طبيعي للاكتئاب. يعني اللي بده ينبسط ويضحك من الناس اللي بتحب البساس مثلا، بده ينبسط ويضحك يجي يلعب مع بسه، بتلاقيك انت تلقائيا مجرد ما تشوفي بسه بتستمتعي وخلص، بتحسي اشي سبحان الله صار ايجابي جواكي. اللي موجودين حاليا هنا 10 بسس بس، اخترت الاصغر سنا ومن النوعيات الهاديه اللي ما بتاذيش الناس، وشكلهم حلو. يعني بعض الناس بتقول لك انا بدي بسه حلوه العب معاها واتصور معاها، مع ان انا يعني انا من النوع اي بسه بشوفها بحبها. فالبسس اللي موجوده زي ما حكيت لك 10، المسميات تقريبا حسب شكل البسه او حسب طبعها او حسب ايش هي بتعمل. يعني في مثلا واحده فيهم اسمها دوت نقطه، هي انا صغنطوطه لما جابوا لي اياها الناس بدهم مش اياها، كانت في ايدي هيك صغيره فسميتها دوت. في عندي فينيكس، هذا قصته انه هو نجا من الموت، هذا من اولاد بسه ولدت عندي، وجبت بسس دخيله خارجيه يرضعوا لانه كان ما لهمش ام، فنقلوا فيروس لبسسي وماتوا وضلوا هو، فانا انقذته يعني عزلته وانقذته كان على الموت. ففينيكس معناها الطائر الفينيق، فقلت هذا حي موت بلغتنا احنا انه ربنا نجاه الحمد لله من الموت. انا خبرتي مع فرعية القطط، بتابع صحتهم يوميا، بنظف عليهم. يعني انا جيت على قبل ما نفتح المحل انا كنت عندهم الصبح، طعميتهم ونظفت عليهم وشيكت عليهم ورجعت على البيت. في البداية كنت شوية خايفة، كنت عاملة كمان الفكرة للسيدات والصبايا، ولما أعلننا على السوشيال ميديا عن الفكرة قبل حوالي شهر، أعلننا عن الفكرة لقينا تجاوب واسع من كل الفئات وبالذات الشباب الذكور، فقلنا لا خليها رواد المقهى يكونوا كلهم عائلة، يعني ممكن العائلة كلها تيجي، شاب بنت طفل الأم الأب. وبالفعل يعني احنا في مرحلة الافتتاح ومرحلة التحضير الناس تجينا تقول لنا وقتش بكتبدو، في ايجابي وفي سلبي. السلبي انه احنا يعني ناس بتنظر، في ناس نظرتهم شوية يعني سلبية من ناحية انه احنا محاصرين، احنا وضعنا كرب، احنا معرضين للحروب، احنا وضعنا الاجتماعي سيء، وضعنا الاقتصادي سيء، احنا يعني هذا المشروع اخر حاجة ممكن نفكر فيها. وانا بقول لا بالعكس، مشاريع زي هذه احنا محتاجينها ولكل فئات الشعب. لا انا يعني انه احنا معرضين لضغوطات والمشروع هذا بيخفف الضغوطات اللي احنا بنتعرض لها.